اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافيهم واعف عنهم، اللهم أكرم يا رب نزلهم، اللهم أوسع يا رب مدخلهم، اللهم جاف الأرض عن جنبائهم، اللهم لا تحرمنا يا ربنا أجرهم، ولا تفتنا يا رب بعدهم، اللهم نور قبرهم بالقرآن، اللهم آنس يا رب وحدتهم، وارحم يا رب غربتهم، ومن جناتك يا ربنا لا تحرمهم، اللهم اسكنهم جنات النعيم مع النبيين والصديقين مع الشهداء مع الصالحين، اللهم اجعل الشهيد احمد في نور الجنة يا رب العالمين، واجعل الشهيد وائل في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم نور قبرهم بالقرآن، اللهم آنس يا رب وحدتهم ببركة هذا الدعاء، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم واجعلهم في أعلى عليين مع النبيين الصالحين، اللهم أسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة بعفوك ورضاك يا رب العالمين، اللهم تقبل زيارة أحبابهم نورا، شفع فيهم الراحمات، شفع فيهم القرآن والصادقات، رحمة لهم بقبول الفاتحة.